تحياتي واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه. ان تنتصرون بنا سننصركم باذن الله. دي كانت جمله مهمه جدا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده خلال لقائه بوفد المشايخ والقبائل الليبيه الممثله لاطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد. اللقاء تم بحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة. رئيس السيسي أكد خلال هذا اللقاء المهم التاريخي والذي عقد تحت شعار مصر وليبيا شعب واحد مصير واحد إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كل المستويات تجاه ليبيا الشقيقة هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه. وطبعا كان في عدد كبير قوي من الرسائل المهمة والتاريخية اللي ركز عليها الرئيس السيسي في هذا اللقاء، لكن قبل ما نحلل مع حضراتكم هذه الرسائل التاريخية المهمة خلونا نقف في البداية مع الجمل المهمة اللي اتقالت النهاردة من الرئيس السيسي في ختام الاجتماع تعقيبا على كلام وفد مشايخ القبائل الليبية. خلونا نشوفها ونرجع تاني لحضراتكم. برحب بيكم جميعا، أهلا وسهلا أشقاء وضيوف أعزاء علينا في مصر. وأنا الحقيقة بعد الكلام اللي اتقال ده ماليش تعليق غير إن احنا زي ما اتقال كده البيت بيتنا، في البيت المصري بيتنا بيت للليبيين، والبيت الليبي بيت للمصريين، والمصير واحد ومشترك. فاحنا الحقيقه مش هاكد على الكلمات العظيمه الرائعه اللي اتقالت من اشقائنا من الوجهاء والشيوخ والعمد. وطبعا يمكن حتى يعني لو حتى اشقائنا اللي موجودين لم تتاح لهم الفرصه، انا متاكد ان هم برضو متوافقين معانا في هذا الكلام. انا بس عايز اكد لكم تاني مره تانيه على صلابه موقفنا واستعدادنا الكامل ان احنا يعني يعني ان تنتصروا بنا فسننصركم، ان تنتصروا بنا فسننصركم. شكرا جزيلا. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا اللقاء التاريخي مع ضيفنا بالصوت والصوره الأستاذ رضا شعبان المتخصص في الشأن الليبي. سيد رضا تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الجملة المهمة جدا إن تنتصرون بنا سننصركم بإذن الله، يعني الرسالة المباشرة من الرئيس السيسي إلى شعب ليبيا الشقيق ما هي؟ الرسالة المباشرة أن مصر لم ولن تتخلى عن الشعب الليبي في خياراته المشروعة، وذلك على مر تاريخها. ويعني مطلع القرن العشرين شهد مواقف عملية في إبان الاحتلال الإيطالي لليبيا وانطلاق المقاومة الليبية ضد الاحتلال وانطلاق جيش الملك السنوسي من القاهرة من أبو رواش. جاءت كلمات السيد الرئيس للتأكيد على الثوابت التاريخية المصرية التي اتبعتها مصر على مدار تاريخها، تؤكد أيضا على البعد الجغرافي والبعد التاريخي والاجتماعي في العلاقة المصرية الليبية، إضافة إلى التأكيد أيضا عبر هذه الرسالة إرسال عدة رسائل أخرى. الرسالة السياسية هي أن مصر مع خيارات الشعب الليبي في الحصول على استقراره وممارسة سيادته على أرضه دون تدخلات خارجية من أي محتل أو مستهدف للأمن الليبي. هذا على الجانب السياسي. أما على الجانب العسكري فسيادة الرئيس أكد على الثوابت المصرية، وهي عقيدة عسكرية مصرية، أن أمننا القومي وعمقنا الاستراتيجي في ليبيا إذا ما تم مسه فسنتعامل بشكل عنيف ومباشر وواضح. الرسالة كانت واضحة، وأمننا القومي المباشر وعمقنا الاستراتيجي حدده السيد الرئيس في الخط الأحمر في ترت والجفرة.
لكن هو في النهاية الطرف الآخر كان يروج منذ فترة يعني إلى سرت والجفرة، حتى يعني حتى يعني ننشغل بهذا الأمر ويختصر كل القضية اللي دي في سرت والجفرة. لا، هو يعني للتوضيح، سرت والجفرة هي الخط الأحمر للأمن القومي المصري. إذا ما تم المساس فيه فسنتعامل بشكل مباشر وعسكري، ووفق وهذا يعني متوافق عليه مع الجيش الوطني الليبي ومع الشعب الليبي، وهذا ما أكد عليه ممثلي الشعب الليبي الحقيقيين الممثلين للقبائل والمكونات الليبية. أما اختصار الدور المصري في سرت والجفرة، والذي تحاول الجوانب الأخرى الاتجاهات الأخرى والقوى الدولية اختصار الدور المصري في سرت والجفرة، فهو طبعا أمر مضل تماما. الدور المصري مع استقرار ليبيا، مع تفعيل زي ما قال الأستاذ الرئيس، تفعيل الإرادة الشعبية الليبية في ممارسة حقوقها على أرضها وحماية ثرواتها وحماية سيادتها الوطنية من مساعد وإلى رأس جدير. طيب أستاذ رضا، يعني أنا محتاجة برضو قبل ما نتكلم عن هذه المناطق الاستراتيجية بشكل يعني أكثر تفصيلا، محتاجة أتكلم مع حضرتك مع زاوية مهمة جدا. إحنا شفنا في اللقاء النهاردة يعني سلاسة في الحديث، كان هناك هدف رئيسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا يستعين يعني بأي ورق، ولكنه يعني يتحدث إلى الشعب الليبي المتمثل في وفد المشايخ والقبائل الليبية بكل صراحة ووضوح وإنسانية. يعني هذا الأمر ليس يعني بالسهل، أو أيضا يعني له بعض الرسائل المباشرة، خاصة بأن هذا الكلام يعني ربما شعر به أي مواطن مصري، أي مواطن ليبي، بأنه فعلا يعني كلام زي ما بنقول كده بالعامية المصرية، كلام من القلب. ده رسالته إيه، أو ده أهميته إيه، خاصة في التوقيت الاستراتيجي اللي بتمر به ليبيا الشقيقة؟ يعني هي التحديات للأمانة كبيرة، ويعني والأجمل من ذلك يعني الجميل في حديث السيد الرئيس يعني البسيط والموجه للشعب الليبي، هو في الحقيقة موجه للشعب الليبي والمصري. والسيد الرئيس يتحدث ويفكر بطريقة المواطن المصري، وهو وليبيا هم مصري بالأساس. ليبيا هي عمق مصر الاستراتيجي، ومصر هي العمق الاستراتيجي لليبيا. صحيح. يعني الحدود الغربية فيها عائلات مشتركة، ويعني بعيدا عن الكلام التقليدي هي تقريبا شعب واحد وهم واحد ومصير واحد. لذلك السيد الرئيس اتكلم وبيفكر كما يفكر المواطن المصري البسيط وكما يفكر المواطن الليبي، ولذلك كانت رسالته من القلب وواضحة وإنسانية وبسيطة ويعني بديهية. السيد الرئيس تكلم عن بديهيات الرسالة من يعني البساطة والإنسانية في رسالة الرئيس في حديث الرئيس، أن هذه بديهيات وثوابت تاريخ وجغرافيا لم تتغير على مر قرون. دي هي الرسالة الأهم في التحدث ببساطة للشعبين الليبي والمصري. الجيش المصري إذا ما استدعي، إذا ما استدعته ليبيا زي ما السيد الرئيس يعني قال بشكل صريح، إذا ما انتصرتم بنا سننصركم. الجيش المصري إذا تدخل عسكريا في ليبيا فهو يتمتع بحاضنة شعبية. في رسالة واضحة في كلام سيادة الرئيس يعني محتاجة أقف عليها مع حضرتك، ولكن خلينا يعني ننتظر مع حضرتك كده ونتابع بعض التصريحات الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي مع السادة المشاهدين أيضا، ونعود من جديد. إن الخطوط الحمراء التي أعلناها هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، ولكننا لن نقف مكتوفي
الأيدي في مواجهة أي تحركات تهدد أمننا القومي الاستراتيجي على حدودنا الغربية، خاصة في ظل تزايد عمليات الحشد العسكري الراهن في محيط مدينة سرت. وأرجو أن احنا زي ما بقول كده في بداية كلامي اللي أنا قلته لأشقائنا الليبيين في الغرب أن هم يتفهموا النقطة دي ويدوا فرصة ولا يتم تسعيد الموقف، لأن احنا بصراحة لن نقف مكتوف الأيدي أمام أي تجاوز لهذا الخط. أنا بأكدها لكم عشان تبقى الأمور واضحة، خلونا نقف على الخط ده ونبتدي مسار سياسي. مصر قالت كلمتها بعد سكوت وصمت 6 سنوات، وسبنا الأمور تتفاعل كما يرغب الليبيين. ولكن أن تتحول المنطقة الشرقية إلى منطقة غير مستقرة ده أمر إحنا مش هنسمح به. بنعاود الحديث مع الأستاذ رضا شعبان المتخصص في الشأن الليبي. يمكن أستاذ رضا حضرتك اتكلمت على الجزئية اللي تحدث فيها وتطرق إليها سيادة الرئيس، ولكن هناك نقطة أخرى ورسالة أخرى يعني اتكلم بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتهى الشفافية والوضوح والبساطة، ألا وهي فكرة إن هو كان بيصرح بشكل مبسط جدا إن بيقولك أنا بفكر إزاي هخرج من ليبيا لو دخلتها، فكرة إن أنا مش هدخل ليبيا إلا بطلب منكم، طبعا بيتحدث لي الشعب الليبي، وهخرج من ليبيا بأمر منكم. الجملة دي مهمة جدا جدا جدا، يعني أنا محتاجة إن أنا أوضحها مع حضرتك للسادة المشاهدين. اتفضل يا فندم. يعني استاذ الرئيس، يعني هذا ما فهمته من خطاب سيادته انه يعني نحن لا نتدخل، مصر على مدار تاريخها لا تتدخل في الشؤون الدوليه، مصر تحترم كل القرارات والقوانين الدوليه وحقوق الدول بما فيها دول الجوار بالاساس. وليبيا يعني منذ 2011 وهي تشكل خطر شديد وداهم على الامن المصري، لكن وعلى الرغم من ذلك اكتفت مصر بدور الوسيط الذي يحاول تهدئه الاوضاع، يعني حتى لا يكون الى جواره دوله تحاول يعني الميليشيات السطو عليها والتنظيمات الارهابيه، وهذا رغم العلم الكامل للقياده السياسيه المصريه ان ما كان يحدث في ليبيا من 2011 واتضح بشكل مباشر من 2014 وهو ما اشار اليه السيد الرئيس في خطابه انه من 6 سنوات واحنا ساكتين، كان واضح جدا ان كل الترتيبات اللي في ليبيا، يعني خلينا نكون واقعيين، اكثر من 70% من اللي بيحصل في ليبيا واللي حصل في ليبيا او اللي كان مخطط ليه يحصل في ليبيا مستهدف بيه امن مصر بالاساس. وده طبعا يعني مش بعيد عن الاهداف التركيه اللي هي يعني تعتبر اداه في ايد التنظيم الارهابي الدولي للاخوان في العالم، واللي بيمثل اردوغان ذراعه المسلحه بالميليشيات والمرتزقه. السيد الرئيس يعني اكد بشكل واضح انه يعني طول عمرنا ما بنتدخلش، لكن إذا يعني أعيد وأكد على أنه أمننا القومي في ظل هذا التحشيد وفي ظل هذا التصعيد التركي وفي ظل هذا التحدي للقرارات هذه، يعني هذا التحدي والطلب في تحدي القرارات الدولية والتي تحظر مد الميليشيات بالسلاح والتي تحظر نقل عناصر إرهابية ومرتزقة إلى ليبيا، ويعني يتطاول أردوغان ونظامه والتنظيم الإرهابي النوراه إلى تهديد باقتحام سرت والجفرة، وذلك بما تعنيه سرت والجفرة لمصر بالأساس هي أمنها القومي، يعني لا جدال فيه، خط أحمر لا يعني لا جدال فيه. الدليل على الكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي مع حضرتك يا أستاذ رضا هنسمعه من سيادة الرئيس خلال هذا اللقاء، ونعود لحضرتك وللسادة المشاهدين من جديد. صدقوني
احنا ما بنفكرش قبل ما ندخل نقول هنخرج ازاي. لو دخلنا ليبيا هنخرج ازاي؟ شوف انا بقولها امتى؟ مش بقول هدخل، بقول ادخل ازاي؟ اخرج منها ازاي؟ احنا مش هندخل الا بطلب منكم، وهنخرج بامر منكم مش بطلب. اقول تاني، احنا ندخل ليبيا بطلب منكم. هكمل لكم كلامي، اكلمه عشان بس توصل لكم. انا لا بقرا من ورقه ولا بقول كلام مترتب، انا بكلمكم كانسان مسؤول، وانتم موجودين في ضيافه بلدكم مصر وبين اشقائكم. احنا مش هنخش ليبيا الا بطلب منكم، ومش هنخرج الا بامر منكم. امر يعني ايه؟ اتفضل، حاضر، حاضر، شكرا. احنا طب عايزين ايه المقابل في ده؟ اللي احنا عايزينه حاجه واحده، الاستقرار والسلام لكم ولليبيا بس. الاستقرار والسلام. يعني استاذ رضا، لو حضرتك تستكمل حديثك حول هذه النقطه والرساله المهمه جدا، تفضل. نعم. ف يعني السيد الرئيس برسالته يعني هو يؤكد على انه تدخلنا على الرغم من ان لدينا يعني كامل الشرعيه، كما اشار السيد الرئيس في خطابه في قاعدة سيدي براني في 20 يونيو الماضي، ان السيد الرئيس ان مصر يعني لديها من الشرعيه ما يمنحها التدخل لحمايه امنها. وعلى الرغم من ذلك السيد الرئيس اعاد ليؤكد للشعب الليبي ان يعني تدخلنا هيكون بطلب منكم، وده يعني ده الطلب رقم اثنين. يعني الطلب رقم الطلب الثاني من الشعب الليبي او من البرلمان الليبي المعبر عن الشعب الليبي بكافه اطيابه. البرلمان الليبي يوم الاثنين اكد واعاد التاكيد على ضروره تدخل الجيش المصري والقياده السياسيه المصريه في ليبيا اذا استدعت الضروره في ظل هذه التحديات التي تواجهها ليبيا. والسيد الرئيس برضه يعني يعني بيرد على كلام ممكن يروج ويؤسس، ممكن يؤول خطاب السيد الرئيس بشكل خاطئ طبيعي. ولعل يعني هذا اللقاء كان يعني رد على كل يعني الرسائل وعلامات الاستفهام التي تدور في اذهان يعني ليس فقط الشعب الليبي الشقيق، ولكن لأي شخص يتابع الموقف الليبي الآن عن كثب. أستاذ رضا شعبان المتخصص في الشأن الليبي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والمداخلة الكريمة. بصراحة يعني موقف وفد المشايخ والقبائل الليبية كمان كان في غاية الوضوح، وبشكل مباشر أعلنوا عن كامل تفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة. عشان كده احنا لازم نتابع مع حضراتكم يعني جزء من لقاء الرئيس مع طبعا وفد المشايخ والقبائل الليبية. تفضلوا. ايضا اعمال الان مباشره يقوم بتفويض فخامتك وتفويض الجيش المصري للدخول عندما تدعو الضروره للدخول. نحن نعتبر الجيش المصري جيشنا، وزي ما قال فخامه الرئيس يحمل علمنا، واللي في مقدمته شيوخنا، واللي عليه ايضا اولادنا. سيد الرئيس، عندما يتحدث البعض مبررين تدخلهم بتهديد الأمن وهم يبعدون مئات بل آلاف الكيلومترات عن مواضعه، فإن مصر تدخلها لحماية ليبيا وأهلها تدخلا مشروعا لصد الاستعمار والمستعمرين، لأن الروابط التي تربط الشقيقة مصر بليبيا تتجاوز الحدود والمعوقات، لأن أمن ليبيا من أمن مصر وأمن مصر من أمن ليبيا، فهو أمن مشترك
بين أسرة واحدة جمعها جوار وتاريخ وجغرافيا وصلة رحم وقربة. ونؤكد دعمنا ومباركتنا للمبادرة المصرية وإعلان القاهرة ومبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح المستشار عقيلة صالح للتشكيل مجلس رئاسي جديد يتضمن رحيل المحتل وإيقاف الحرب وإعطاء فرصة للحوار بين الأشقاء الليبيين للوصول إلى كلمة السواء بيننا. خلونا يعني نقف عند الرسائل المهمة دي من قبل وفد المشايخ والقبائل الليبية مع الأستاذ خالد محمود المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ خالد، تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشايخ. مساء النور يا فندم. يعني رسائل أخوية قبل أن يتم وصفها بأي رسائل أخرى، سواء بقى كانت يعني دبلوماسية أو سياسية أو أيا كانت، هي رسائل أخوية في المقام الأول. هناك ثقة كبيرة في تدخل مصر بشكل يعني تفويضي من قبل وفد القبائل الليبية. يعني محتاجة أقف مع حضرتك على أهمية ودلالة هذه الرسائل، تفضل. شكرا لحضرتك. هو يعني بداية إذا سمحتي لي الحديث اللي تفضل به النهاردة الرئيس أمام وفد القبائل الليبية هو حديث بيعكس بالأساس أخلاق ونبل السياسة المصرية. الرئيس لخص الموقف لما قال ندخل بطلب ونخرج بأمر. احنا هنا بنستجيب بالأساس بطلب شعبي تعبر عنه قبائل ليبيا لعمل عسكري ما إذا ما اقتضى الأمر. عندنا طلب من برلمان ليبيا تعززه اليوم هذه التصريحات وهذه المواقف سواء من الرئيس أو من قبائل ليبيا، رسالة للمجتمع الدولي بأنه هناك يعني ضرورة بوقف العنف والحرب في ليبيا والاتجاه إلى عملية تسوية سياسية تلبي المطالب المشروعة للشعب الليبي ممثلا في مؤسساته الوطنية سواء البرلمان أو الجيش الوطني. من ثم فمصر حاضرة في المشهد لتغيير. هذه رسالة مهمة إلى المجتمع الدولي أيضا بأنه إذا ما دعت الضرورة مصر إلى التواجد العسكري في الأراضي الليبية فهذا بيأتي استنادا إلى مطالب رسمية وشعبية من الجهات المكونة. طيب يعني أستاذ خالد، لو اتكلمنا على فكرة كمان رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد المشايخ والقبائل الليبية على فكرة توحيد الصف الليبي، يعني هذا الأمر يعتبر يعني أشد حاجة للمرحلة والمشهد الليبي الآن الشقيق، يعني فكرة توحيد الصف، توحيد وجهة النظر لعدم التعويل على بعض الجهات المتفرقة داخل المشهد الليبي. وصراحة تم الحديث من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إذا تم توحيد الصف بينكم خلاص المشكلة تعتبر اتحلت في المشهد الليبي الشقيق الآن. هذا الأمر أيضا وهذه الرسالة يعني دلالتها. هو طبعا الرئيس يتكلم بلغة يعني تراوحت ما بين العامية والعربية. وفد القبائل الليبية ما كانش محتاج لمترجم علشان يفهم كلام ويستوعب كلام الرئيس. أمامنا شوط طويل نقطعه حتى نصل إلى مرحلة توافق على حل سياسي. جملة من الرسائل وجهها الرئيس خلال هذا كلها بتصب في خانة دعم مصر لمطالب الشعب الليبي المشروعة في مواجهة أي تدخل وانتهاك لسيادة الشعب الليبي على أراضيه، خاصة لو جاء ذلك من تركيا إذا ما فكرت هي وقوات حكومة الوفاق في انتهاك أو تجاوز الخط الأحمر اللي بيمثل خطر حقيقي على الأمن القومي المصري والممثل في منطقة سيرت والجزائر.
طبعا الرئيس السيسي النهاردة أكد على أن مصر يعني لديها القدرة على تغيير المشهد العسكري بسرعة، لأنها يعني بتمتلك أقوى جيش في المنطقة. يعني لعلها من أهم الرسائل اللي جاءت في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد المشايخ والقبائل الليبية. يعني أستاذ خالد، أستسمحك أن احنا نشوف الجملة والتصريح المهم ده مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، ونرجع تاني لحضرتكم. إنه بالرغم من قدرة مصر على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم حال رغبتها بذلك. أنا عايز أقول لكم، وأنا قلت الكلام ده في المنطقة الغربية عندنا وإحنا بنتفقد القوات، مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وفي إفريقيا، لكن احنا لكن انا بس عايز اقول لكم حاجه، انا بس عايز اقول في النقطه ديت حاجه. انا قلت برضو ساعتها ان هذا الجيش جيش اولا رشيد جدا جدا، ولا يعتدي ولا يقوم بعمليات غزو خارج اراضي، وعشان كده حتى لو احنا عايزين هذا الإجراء هنبقى محتاجين في مصر إن احنا نتوجه للبرلمان المصري حتى يسمح لنا ويعطي لنا الإذن بالتحرك في هذا المقال. طيب، بنعاود الحديث مع الأستاذ خالد محمود المتخصص في الشأن الليبي. يعني جملة إن الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة، وأيضا أنه جيش رشيد لا يعتدي على أي أرض تانية غير الأرض الخاصة به، هذه التصريحات وهذه الرسائل في هذا التوقيت يعني دلالتها إيه؟ مش فقط على الشعب الليبي الشقيق للطمأنة والأمان بأن الشعب المصري والجيش المصري في ظهره ويدعمه، ولكن أيضا للمجتمع الدولي. شكرا لحضرتك. هو طبعا الكلام يعني بيتضمن واقع وحقائق حول قوة الجيش المصري، والرئيس هنا كان بيخاطب من لديه عقل من أي طرف يعني صارت في أي ملف عنده معانا مشكلة. الحديث هنا يتجاوز ليبيا إلى سد النهضة. صحيح. ودائما وابدا الموقف المصري واضح، نحن مستعدون متى اقتضت الضروره الدفاع عن امننا ومصالحنا ان نفعل، لكن مع ذلك نبقي الامل ويعني نتمتع بحكمه وصبر على امل ان يؤدي ذلك الى تراجع الطرف الاخر. هنا الرئيس كان يهدد ويتوعد بشكل واضح لا لبس فيه، ويخاطب ايضا المجتمع الدولي انه التدخل المصري ليس نزهه، وانه الامور وصلت الى مرحله اذا لم تنجح مساعي يعني افهم انه بعض الاطراف الاقليميه والدوليه تقوم بها الآن للتوصل إلى اتفاق ما يمنع اندلاع الحرب الوشمية في سوريا، أنه إذا ما فشل ذلك فلا يعني يلومنا أحد فيما سنفعله، والقوة المصرية هنا ستسخر لصالح الشعب الليبي وحفاظا على أمنه ودفاعا عن سيادته في مواجهة احتلال تركي طغير. دائما وابدا اقول انه مصر لم تذهب الى سواحل تركيا لتستفزها كما يفعل معتوه انقره الان. ومع ذلك نحن يدنا على طاوله المفاوضات ونحمل اغصان الزيتون، ومع ذلك السلاح حاضر متى اقتضت الضروره. نتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، لكن إذا ما دفعنا إليها واضطررنا إليها فلن نخيب آمال الليبيين، وستكون مصر حاضرة في الموعد والمكان. طيب، يعني محتاجة أتكلم مع حضرتك على فكرة التوازن المصري في
يعني مساندة الملف الليبي في هذا التوقيت؟ نحن نتحدث عن التوازن الإنساني الذي نظرنا له وتبعناه من خلال حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد المشايخ والقبائل الليبية، أيضا فكرة دعم البرلمان الليبي وأيضا مساندة الجيش الليبي. هذا التوازن الداخلي الموجود في ليبيا من خلال مصر، يعني النتائج المترتبة عليه في الأيام القادمة بليبيا. هو زي ما قلت لحضرتك ده دور مصر وتاريخها، ولكن تعلم أن هذا التوقيت استثنائي، أليس كذلك؟ طبعا ما فيش شك، وأنا يعني من الناس اللي بيقولوا ربنا يكون في عون الرئيس، لأنه لم يحدث أبدا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر أن كان رئيس مصر مطالبا باتخاذ قرارات مصيرية في ملفات إقليمية حاسمة تمس أمن مصر القومي والاستراتيجي في الصميم. بنتكلم على ملفين في توقيت واحد، لم يحدث ذلك أبدا في تاريخ مصر على ما أعتقد، ودي ده اختبار حقيقي لسيادة الرئيس، وأنا بظن أنه بيتمتع بالحكمة اللازمة للتعامل مع الموقفين. استراتيجيتنا في التعامل مع هذه الأمور واضحة، زي ما قلت لحضرتك نرفع أقطام الزيتون لكننا جاهزون بالسلاح ما تتطلب الأرض. الرئيس السيسي كمان شدد على أنه لن يسمح أبدا بتكرار الرهان على الميليشيات المسلحة في الأراضي الليبية الشقيقة، وأنه أبدا لن يقبل باقتراب الإرهاب من الحدود المصرية. احنا محتاجين نتابع مع حضرتك يعني التصريح المهم ده والسادة المشاهدين، ونرجع تاني لاستمرار الحديث. وأشدد أمامكم أن مصر لن تسمح بتكرار تجربة الرهان على الميليشيات المسلحة مرة أخرى في ليبيا، أو أن تتحول ليبيا لبؤرة جديدة يجتمع بها الإرهابيون وملاذ للخارجين عن القانون، حتى وإن كلف هذا الأمر تدخل مصر بشكل مباشر في ليبيا لمنعه. إننا ندعو كافة القبائل الليبية في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية لمراجعة موقف أبنائها المرابطين في صفوف القتال، وأحثهم على أهمية بناء الوطن من خلال ترك السلاح في المقام الأول والاندماج داخل جيش وطني موحد. بنعاود الحديث مع الأستاذ خالد محمود المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ خالد، بقى خليني يعني أسأل حضرتك كده يعني سؤال ربما يطرح في أذهان المصريين، يعني أي مواطن مصري وهو بيتابع المشهد التاريخي ده أكيد بيسأل وبيقول، يعني هل في دولة في العالم تقدر إنها تقوم بالمشهد ده، إن يبقى في اجتماع تاريخي إنساني قبل أن يكون أي شيء تاني خالص في تصنيفه ما بين رئيس دولة لها مكانتها الإقليمية والدولية مع وفد قبائل يعني ليبية والمشايخ الرئيسية الموجودة في المشهد الليبي الشقيق؟ يعني هل ممكن أي دولة تقوم باللحظة أو بالمشهد الاستثنائي التاريخي ده، ولا يمكن مصر ليها طبيعة خاصة جدا جدا عشان تقدر إنها تقوم بالمشاهد التاريخية اللي احنا بنتابعها دلوقتي مع السادة المشاهدين؟ هو طبعا يعني ده دور وقدر مصر أن تكون يعني سند الأمة وملاذها الأخير مواجهة أي مخاطر. نحن مطالبين سيدتي الكريمة في السؤال عن دارنا السابع، ما بالك بدارنا الأول مباشرة الحيطة في الحيطة زي ما بنقول، بنتكلم على حدود جغرافية طويلة، بنتكلم على مصير واحد. يعني الشعار الذي التقى تحته الرئيس مع قادة وممثلي شعب واحد ومصير واحد ده بيلخص الحكاية.
يعني مصر حاضرة لا تغيب، ليس دفاعا هنا عن مصالح مصر الظهورة، ولكن دفاعا عن مصالح دولة عربية شقيقة بتواجه خطر حقيقي، واستنادا إلى طلب رسمي من برلمانها وشعبها. طيب، النتائج المترتبة على أهمية هذا المشهد التاريخي على المجتمع الدولي وأيضا على المجتمع الإقليمي والمجتمع العربي، إذا يعني تم تصنيفهم بشكل أو بآخر، أكيد في نتائج مترتبة، يعني ما قبل اللقاء زي ما بنقول كده شيء، وما بعد هذا اللقاء شيء تاني خالص. طبعا هو يعني المترددين في عالمنا العربي ليبيا عليهم الآن أن ينتبهوا أنه يعني انتهى وقت الحياد أو محاولة إمساك العصا من المنتصر. أصحف الحق كما يقال، وباتت ليبيا في خطر حقيقي تستدعي تضامن عربي بالأساس. إلى الدول الإقليمية في هذه اللحظة التي تتعرض فيها مصالح الأمة العربية بأكملها للخطر في مواجهة التدخل التركي، لأنه إحنا مش بنتكلم فقط على توابد عسكري تركي في ليبيا، بنتكلم في ثلاث أربع دول عربية على الأقل هناك توابد عسكري تركي ومحاولة لتوسيع إمبراطورية يعيشها في الوهم معتوه تركيا، كما وصفوا بحق المارشال خليفه حفظ القائد العام للجيش الوطني. اللقاء يحمل رسائل مهمه الى الداخل والخارج، نتمنى ان يعوها وان نتفادى الوصول الى مرحله عمل عسكري، لكن في المقابل سنقبل ما يقبله الليبيون ونرفض ما سيرفضه الليبيون. فكرة أيضا التركيز على إخلاص النوايا وضرورة إيجاد حل توافقي ما بين يعني نسيج الشعب الليبي الليبي. طبعا ده أحد الأمال، لكن نهاية الأمر أنا مربوطة أيضا بالتدخلات الليبية خارج سيطرة الشعب الليبي. من أحضر الأتراك والمرتزقة إلى المنطقة الغربية في ليبيا وجعلهم يحتاجون اضطراب ازدهارا نهارا هم جزء من الشعب الليبي. بالتالي خطاب الرئيس أيضا موجه إلى هذه الفئة، لأنه يعني إما أن تكونوا أن تقبلوا أن يعني يكتب عليكم التغيير أنكم خنتم بلدكم وشعبكم، او انه يعني تراجعتم عن غيكم. صحيح. ونتمنى ان يعني انه يعني تنتبهوا من نوبة صحيان لصح التعبير، ويفهموا جيدا انه يعني مصر بان ان مصالح الوطن اسمى واعلى من اي مصلحه شخصيه اخرى. استاذ خالد محمود المتخصص في الشأن الليبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركه والايضاحات. ان تنتصرون بنا سننصركم باذن الله، يعني ما فيش افضل من دي جمله الواحد يختم بيها يعني الحلقه النهارده التاريخيه والاستثنائيه اللي شفناها النهارده وتابعناها نتيجه لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد المشايخ والقبائل الليبية. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، إلى اللقاء.